13 أيلول بيروت ناطرتنا تندعوي سوا كرمالة الانطلاقة من ساحة الشهداء مبنى النهار باتجاه الحمراء. أول وقفة وتحية لمستشفى AUBMC، منتوجه من بعدها من الكورنيش البحري للجميزة لنحيي مستشفى الوردية والصليب الأحمر وشركة الكهرباء. منكمل عبر الأوتوستراد لنزور مركز الهلال الأحمر تنوصل نلقي التحية عبطال الدفاع المدني. وعالبور دقيقة صمت لروح الضحايا. من بعد المستشفى الحكومي بالكارنتينا التوجه مباشرة للأشرفية لزيارة مستشفى جعيتاوي، مستشفى القديس جورجيوس، مستشفى رزق، تننتهي مع مستشفى أوتيل ديو. ننزل على العدلية، السوديكو والعودة لنقطة الانطلاق. نتمنى لكم رحلة آمنة وكل معنويات لبيروت اللي ما بتموت.